في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غُلفًا، وهدى الناس من الضلالة، ونجاهم من الجهالة، وبصَّرهم من العمى، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراطٍ مستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وما قلَّ وكفى خيرٌ مما كثُر وألهى، وإنما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ففي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أيامه المباركة، كان رهطٌ من اليهود يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يدبرون المؤامرات، يحيكون الدسائس، يفرقون بين الناس، يلقون العداوة والبغضاء بين المسلمين، يحرِّضون المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيِّنون لهم ذلك، ويعِدونهم بالنصر إن هم قاتلوه. وكان على رأس هؤلاء عدو الله ورسوله كعب بن الأشرف، ذاك الذي خرج إلى مكة بعد موقعة بدر، وبعد أن أظهر ضغنه حين نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قال ذلك الخبيث: لبطن الأرض خير من ظهرها. ثم خرج إلى مكة يرثي قتل المشركين، ويحرِّض على قتال النبي الأمين وعباد الله المؤمنين، ثم رجع إلى المدينة فأخذ يشبِّب بنساء المسلمين، يذكرهن في شعره، يذكر مفاتنهن، يدل على عوراتهن. فأصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه بقتل ذلك اليهودي اللعين، قال: من لي بكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. ندب نفسه لتلك المهمة العظيمة رجل من الأوس اسمه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقول فيه بعض الكلام، ف
فأذن له عليه الصلاة والسلام. ذهب محمد بن مسلمة إلى ذلك اليهودي في قصة معروفة، وخدعه بمعسول من القول، وزين له أنهم قد ملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلفهم ما لا يطيقون، ولأنه كان سبباً في أن العرب رمت الأوس والخزرج عن قوس واحدة. ثم بعد ذلك خرج بالليل رضي الله عنه محمد بن مسلمة، ومعه عباد بن بشر وأبو نائلة، سلكان بن سلامة، والحارث بن أوس رضوان الله عليهم أجمعين، ومعهم أبو عبس بن جبر. هؤلاء الخمسة ذهبوا إلى حصون يهود، ثم نادى أحدهم على كعب بن الأشرف، فلما نزل إليه وهو عروس ينفح منه ريح المسك، أمسك به محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأنشب يده في شعره، ثم شده وقال: دونكم عباد الله. فخرج أولئك المسلمون الطيبون وتقاطروا عليه بسيوفهم حتى كان كأمس الدابر. يقول عباد بن بشر رضي الله عنه واصفا تلك الملحمة: صرخت به فلم يجفل لصوتي، وأوفى طالعا من فوق قصري، فعدت فقال: من هذا المنادي؟ فقلت: أخوك عباد بن بشر. وقال: محمد أسرع إلينا، فقد جئنا لتشكرنا وتقري وترفدنا، فقد جئنا صغابا بنصف الوسق من حب وتمر. فقال: معاشر سغبوا وجاعوا، لقد عدموا الغنى من غير فقري. وأقبل نحونا يهوي سريعا وقال لنا: لقد جئتم لأمري، وفي أيماننا بيض حداد مجربة بها الكفار نفري. فعانقه ابن مسلمة المرادي به الكفان كالأسد الهزبري، ومر بسيفه صلتا عليه فقطره أبو عبس بن جبري، ومر برأسه نفر كرام هم ناهوك من صدق وبر. فأبنى وكان الله سادسنا بأعظم نعمة وأتم نصري. رجع هؤلاء الخمسة رضوان الله عليهم، فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رآهم قال لهم: أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك المفلح يا رسول الله. ألقى الله الرعب في قلوب اليهود، وعلموا أن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لها من ثمن باهظ، وأن المسلمين عباد الله لا يتسامحون قط مع من تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى. هل كانت هذه الحادثة أيها المسلمون عباد الله هي الوحيدة؟ اللهم لا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود في سننه: إن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمتها. وكذلك الحديث عند أبي داود والنسائي أن رجلاً أعمى كان له أم ولد، كان له امرأة قد ولد منها أولاداً، وكانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكره بالسوء وتطعن فيه، وكان ينهاها فلا تنتهي. فلما كانت ليلة من الليالي عادت لمثل ذلك العمل القبيح، فقام ذلك الرجل الأعمى وأخذ معوله فأهوى إليها في بطنها واتكأ عليها حتى ماتت. فلما أصبح الناس
وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن امرأةً قد قُتلت لا يُدرى من قاتلها، قام عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال: أنشدوا رجلاً فعل ما فعل، لي عليه حقٌّ إلا قام. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان الفاعل منكم معشر المسلمين فإني أحرِّج على الفاعل أن يقوم. فقام ذلك الرجل الأعمى يتخطى رقاب الناس يتدلدل حتى قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد كانت أم ولدي وكانت تقع فيك وتذكرك بالسوء، وكنت أنهاها فلا تنتهي، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تقع فيك فقتلتها. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا فاشهدوا يا معشر المسلمين أن دمها هدر. أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دم تلك المرأة. ولهذا أجمع علماء المسلمين على أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذام له والطاعن فيه وذاكره بالسوء أنهم جميعاً يقتلون. كان السب تصريحاً أو تلميحاً، كان الساب جاداً أو مازحاً، أجمعوا على أنه يقتل. أفتوا بقتل من قال إن رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخ. أفتوا من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم عنه فقال: الجمال يتيم أبي طالب. أفتوا بقتله. أفتوا بقتل رجل وجد جماعة يتذاكرون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، كيف كان جمال صورته، كيف كان حسن هيئته، فمر بهم رجل قبيح الوجه سيء المنظر، فقال واحد: صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة هذا المار. فأفتى أهل العلم بقتل هذا القائل، رغم أن الظاهر من كلامه أنه كان ممن يهرفون بما لا يعرفون، وممن لا يقدرون الكلمة حق قدرها قبل أن ينطقوا بها، قبل أن يتبينوا فيها، لكنهم مع ذلك أفتوا بقتله. لماذا؟ لماذا هذا التشديد أيها المسلمون عباد الله؟ لأن الناس قد علموا يقيناً أن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الدين، وأن ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم للدين. نبينا عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم، أفتى بقتل عبد الله بن خطل وإن وجد متعلقاً في أستار الكعبة. عبد الله بن خطل كان رجلاً مسلماً، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من بلاد العرب مصدقاً من أجل أن يجمع الصدقات، وأرسل معه غلاماً يخدمه، فأمر هذا الغلام بأن يذبح شاةً ويصنع له طعاماً، ثم نام عبد الله بن خطل فنام الغلام، فلما استيقظ ولم يجد طعامه عدا على ذلك الغلام المسلم فقتله، وعلم أنه إن رجع إلى المدينة فلا بد من القصاص، فلحق بمكة مرتدًا، ثم أخذ يكتب الشعر يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له جاريتان
تغنيان بذلك الهجاء المقلع. لما فتحت مكة وعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء، استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة من المشركين، فيهم هذا الرجل عبد الله بن خطل وجاريتاه، فأتى آت فقال يا رسول الله عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، هذا الرعديد الجبان علم أنه مقتول فذهب يستجير بالكعبة المشرفة تعلق بأستارها، ماذا قال الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال اقتلوه وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، من أجل أن يعلمنا أن شعائر الله عز وجل معظمة، وأن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصون، وأن الساب له لا بد أن يجد جزاءه، لا بد أن يدفع ثمن قوله الزور، لا بد أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كالناس، سبه لا كسب سائر الناس، أذيته لا كأذية سائر الناس، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إذا كان الساب له مسلما أو كافرا فلا بد أن يقتل، حتى لو ادعى ذلك المسلم أنه تاب إلى الله، أنه نادم على ما صنع، يقال له توبتك تنفعك ديانة ولا تنفعك قضاء، تنفعك ديانة فيما بينك وبين الله إذا كنت صادقا تنفعك توبتك، أما قضاء فلا بد من قتلك، لا يقبل منه أن يقول أنا تائب أنا منيب أنا راجع أنا نادم، هذا ينفعه عند الله إن صدق. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن هذه المعاني مستقرة عند المسلمين جميعا. المسلم قد يكون خميرا سكيرا، قد يكون مجرما عربيدا، قد يكون مقصرا في الطاعات، مفرطا في المكتوبات، لكنه لا يرضى أبدا أن يساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم مخلوق عندنا وهو سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي ترجى شفاعته، وهو الذي نتقرب إلى الله بمحبته. مثل هذه المعاني أيها المسلمون عباد الله ينبغي أن نزرعها في قلوبنا صغارا وكبارا، شيوخا وشبابا، رجالا ونساء، من أجل أن نكون جميعا على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. توبوا إلى الله واستغفروا. كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن، في كلمات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين.
أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أذية الكفار الأولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحطهم من شأنه وذكرهم إياه بالسوء من قطعت هذه السنة السيئة إلى يوم الناس هذا. وما زال كفار اليهود والنصارى والملاحدة تتتابع إساءاتهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان قبل 7 سنوات تقريبا في بلاد أوروبا صحف تجرأت على نشر رسوم مسيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هب المسلمون في المشارق والمغارب، خرجت التظاهرات وكثرت بيانات الاستنكار، وعلم أولئك القوم بأن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدس عند المسلمين. ولما قال دجال الفاتيكان بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى البشرية بسلام ولا خير، وإنما جاء بسفك الدماء، خرج المسلمون في كل مكان يفندون تلك الدعاوى ويردون على هاتيك الأكاذيب. لكن أعداء الله عز وجل في كل حين يظهرون شنآنهم، يظهرون بغضاءهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. أبى الله عز وجل إلا أن يكشف حقدهم وكيدهم، كما قال جل من قائل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. خلال هذا الأسبوع قتل 20 من العاملين في صحيفة فرنسية كانت تتعمد كل حين أن تعيد نشر تلك الرسومات المسيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء 20 الذين قتلوا فيهم بعض من ينتسب إلى الإسلام، ماذا كانت النتيجة؟ هبت فرنسا كلها، بل الدنيا كلها. سيروا مسيرة يوم الأحد شارك فيها سياسيون ورجال دين فرنسيون، واستقدموا السياسيين من كل مكان، حتى شارك في تلك المسيرة سفاك الدماء، قاتل الأطفال والنساء، رئيس وزراء اليهود شارك في تلك المسيرة، وشارك فيها بعض من ينتسب إلى الإسلام. كل هذا من أجل أن يوجهوا رسالة يقولون لنا فيها بأن حرية التعبير لا اعتراض عليها، وأن لكل إنسان أن يقول ما يريد، لكل من يشاء أن يقول ما يشاء، والقوم في ذلك كاذبون. هذه الصحيفة نفسها لما ذكرت مؤسس الجمهورية الحديثة في فرنسا شارلي ديغول لما ذكرته بسوء بعد موته، خرجت التظاهرات حتى أجبرت هذه الجريدة أن تغلق أبوابها وأن يتوقف صدورها ردحاً من الزمان. ثم رجعت بعد حين لما تناولت الرئيس الفرنسي السابق وذكرت نجله بالسوء وعرضت بأصوله اليهودية، خرجت التظاهرات ثانية وأجبرت الصحيفة على الاعتذار وطرد الصحفي الذي كتب ذلك الكلام. أما إساءتها لنبينا صلى الله عليه وسلم فإنهم يعدونها حرية تعبير. الإساءة للساسة، الإساءة لليهود غير مسموح بها، أما الإساءة لرسولنا صلى الله عليه وسلم فعرضه كلأ مباح. لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم ما عهدوا أن للمسلمين دولاً تغضب لله ورسوله، أن للمسلمين حكاماً يغضبون لله ورسوله، ما عهدوا أن حاكماً مسلماً سيهدد بأن يسير جيشاً لتأديب من أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمنوا، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. أيها المسلمون عباد الله، هذه الحادثة التي قتل فيها أولئك العشرون الله أعلم بحقيقتها، وأغلب الظن أنها مدبرة، أغلب الظن أنهم هم الذين دبروها وهم الذين حاكوا تلك المؤامرة. لماذا؟ لأن الإسلام يسري في أوروبا بالليل والنهار كما يسري النور في جنبات الظلام فيبددها. الإسلام في كل يوم ينتشر ويتمدد، ووزير داخلية فرنسا قبل 3 أعوام تقريبا قال: إحصائياتنا تقول بأنه في كل 2 شهرين تغلق كنيستان ويفتتح مسجد. خلال كل عام يفتتح 6 مساجد وتغلق 12 كنيسة لأنه لا رواد يصلون بها ولا أحد يطرق أبوابها، والقوم صاروا إلى الإلحاد أقرب. وفي الوقت نفسه الإسلام ينتشر، لا لقوة أهله ولا لأن هناك دولاً تدعمه، وإنما الإسلام ينتصر بنفسه إنفاذاً لموعود الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولن يبقى بيت شجر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. الإسلام ينتشر الآن، المساجد تكثر، الإقبال على الدين عظيم. قبل 1 شهر تقريبا قالوا أكثر الكتب مبيعاً في باريس 40 النووية التي كتبها عالم من علماء المسلمين قبل 7 قرون أو تزيد، أكثر الكتب مبيعاً هذا الكتاب الذي حين كتبه صاحبه ما دار بخلده قط أنه سيبلغ تلك الآفاق، ولكن الله يفعل ما يشاء. هم يريدون من هذه الحوادث المفتعلة أن يصدروا تشريعات وأن يضعوا قوانين يحجمون بها دين الإسلام في أوروبا، يحجرون على حريات المسلمين، يريدون أن ينقلبوا على مبادئهم التي صدعوا بها رؤوسنا زمانا طويلا. لكننا على ثقة من موعود الله، على ثقة بأن شانئ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، على ثقة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، اسمه يتردد في المشارق والمغارب من فوق المآذن، لا تمر لحظة من ليل أو نهار إلا واسمه يتردد في كل مكان عليه الصلاة والسلام، إنفاذاً لموعود ربه: ورفعنا لك ذكرك، صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ثقة من موعود ربنا في أن دين الإسلام منصور إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأكرمنا بشفاعته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا
اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. قد ضرب الله لنا في محكم الآي المثل، لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل، بأنه كشجر على أصول